السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الحصة ديال التمارين اللي غنشوف فيها التطبيقات ديال الدرس اللي شفنا. إذا السؤال الأول، التمرين الأول، أنشئ مستقيم مدرج أصله O وحدة تدريجية أو إي بحيث أو إي تساوي 1.5 سنتيمتر. إذا نرسم مستقيم مدرج، نرسم مستقيم بشكل تقريبي. ده مستقيم أصله O، ناخد النقطة O. إذا النقطة O هو أصله O، أصل مستقيم مدرج، كي يعني أن أفصل O هو العدد صفر. عندنا هنا زيرو. وقلت لك النقطة اي دونك زيرو. اذا هاد الجهة الاعداد السالبة، هاد الجهة الاعداد الموجبة. اذا بحيث او اي 1.5 سنتيمتر، يعني 1.5 موجب. دونك غنمشيو هاد الطريق. دونك نعتبر هذه هي واحد، نعتبر هذه اي، هذه هي 1.5. السؤال الثاني، مثل المسافة او اتش. دونك من هنا لهنا هي 1.5 سنتيمتر. السؤال الثاني، مثل على مستقيم مدرج الأعداد التالية. نبداو بخمسة، خمسة موجب، إذا غتكون في هذا الاتجاه. 1.5 نزيدو عليها 1.5 هي 3، غنزيدو عليها 1.5 هي 4.5، وغنزيدو عليها 1.5 هي 6، وغنزيدو عليها 1.5 هذا بشكل تقريبي هي 7.5، وغنزيدو عليها 1.5 يت من يت سود. إذن خمسة، دونك 1.5، 3، 4.5، 4.5 و 6. دونك خمسة غتكون هنايا. دونك من زيرو 1.5 عندنا 0.5، يعني هاد المدرج يمكن نقسمو على 3، وكل وحدة، كل وحدة تساوي 0.5. يعني هذا نقسمه على 3، نقسمه على 3. إذا 4.5 زائد نصف هي 5. إذا هنا النقطة 5. دونك 5 هي هذه. حنا متناها، ندوزو لنقطة واحدة أخرى، ناقص نمثل الأعداد الموجبة بعدا. 2.75، دونك 2.75 هتكون ما بين 1.5 و 3. إذا نقسمها على 3 بالمسطرة، انتم ما تعرفوا كيفاش مثل 2.75. إذا 1.5 × 3.5 هي 3، هي 3، هي 2. ما بين 2 و 2.5، 2 × 3.5 هي 2.5، 2.5 هي 3. دونك هتكون تقريبا 2.75 تقريبا هنايا. ناقص 0.5 خليها 3.5. دونك هنا 3 ما بين 3 و 4.5، دار هنا 3 نزيد عليها النص هي 3.5. دونك هنا عندي 3.5. 7.75، هنا عندي 7.5، نقسمها هنا على 3. 7.5 زدت عليها النص هي 8. دونك ما بين هادي وهادي تقريبا هنا 7.75. ندوز الأعداد السالبة، نبدأ بالصغيرة، الأصغر عددا، ناقص 0.5. دونك هنا غنمشي بناقص 1.5 بنفس الأعداد، ناقص 3
ناقص 4.5 وانا غادي. اذا عندي ناقص 0.5 غيكون ما بين 0 وناقص 1.5، دونك لو قسمت على 3 ناخذ هنا الزرق، دونك هنا تكون عندي هي 0 ناقص 0.5 في هذه النقطة هذه. انتم غديروا الشكل الكبير باش يكون هنا عندي مساحة صغيرة باش يمكن لي نمثل الأعداد. عندي ناقص 1.25، عندي ناقص ناقص 1.5، إذا تكون هنا تقريبا، عندي ناقص 0.5 زد عليها ناقص 0.5 هي ناقص 1، دونك تقريبا غتكون هنا غتكون ناقص 1.25 تقريبا هنا، وعندي ناقص 2.5، عندي ناقص 3 ناقص 1، هنا لو قسمت تكون عندي ناقص 2 ناقص 2.5، تكون هنا ناقص 2.5. وشنو بقى لي؟ بقى لي ناقص 4.25. انا عندي 3.5، انا عندي 4، ده النصف ديال هادي، دونك هنا عندنا ناقص 4.25. هذا توضيحي كيفاش كنمثل الاعداد. ندوزو للتمرين الثاني. ندوزو للتمرين الثاني. التمرين الثاني قالك حدد افصول كل من نقطه A و B و C و E و F. عندنا هنا عندنا الزيرو، هنا عندنا الواحد، عندنا هنا عندنا من الزيرو الواحد مقسمة الواحد جوج ثلاثة أربعة، من الزيرو الواحد مقسمة زيرو واحد جوج ثلاثة أربعة. إذن دير واحد الجدول، النقطة الأفصول المقابل باش نجاوبو عليهم كاملين في دقة واحدة. إذن هنا أ بي سي أو و اف. ما هنا عندي المستقيم مدرج، غادي وحدته الوحدة المقسمة هي زر واحد هي هادي. تنبغي نعرف انا شحال من هنا لهنا، عندي زر عندي واحد، دونك هاد المسافة سميها النقطة اي، من هنا او من اول اي تساوي واحد، ومن مقسمة الى أربعة. إذا لا خديت لا قسمت واحد على أربعة نلقاها كتساوي 0.25، حيت من زيرو لواحد نقسمو على أربعة باش نعرف هاد المسافة شحال كتساوي. يعني غناخد مجموع، عندي أربعة وناخد الوحدة ونقسمها على المجموع هي 0.75، 0.25. إذا من هنا لهنا 0.25، إذا أفصل أو أ 0.25، ب 0.25 زائد 0.25 زائد 0.25، 0.25 زائد 0.25 هي 0.5، زائد 0.25 هي 0.75، إذا هي 0.75. النقطة F دونك 0.75 زائد 0.25 هي واحد، 1.25 زائد 1.25 هي 1.5،
زائد 0.75 زائد 25 هي 1، هذه النقطة F هي 1.75. ندوزو للجهة الأخرى، هذا اتجاه هذا المجابة وهذا اتجاه الأعداد السالبة من الصفر. إذا السي جات في الأعداد السالبة غنحسبو، إذا قلنا ما بين نقطة ونقطة 0.25، دونك هنا 0.25 هنا 0.25 هي 0.5، وهنا السي جات في الجهة السالبة إذا هي ناقص 0.5، ناقص 0.5 بالنسبة لأو، دونك صفر ناقص 0.5 نقص هنا 0.25، عندنا 1 2 3 4، عندنا 4 ديال هاد النقط بحالها بحال اي، اذا هي ولكن في الجهة السالبة، اذا هي ناقص 1. بالنسبة للمقابل، المقابل كنا قلنا في الدرس أننا كناخدو العدد ونبدلو له الإشارة ديالو، هنا 0.75 نبدلو له الإشارة ديالو هي ناقص 0.25، 0.75 غنزيدو له ناقص، إلا كانت عندو الناقص كنحيدوها له كنديرو الزائد، كذلك هنا تولي 1 هنا 0.75. واحد الملاحظة ما شرت لهاش في الدرس، ان العدد والمقابل ديالو المجموع ديالهم كيساوي الصفر، يعني نجمعنا هذه مع هذه تكون كتساوي الصفر، هذه مع هذه تكون كتساوي الصفر، هادشي غنشوفوه من بعد. ندوزو للتمرين الاخر، ندوزو للتمرين الثالث، حاول ترتيب الاعداد، ترتب الاعداد التالية ترتيبا تناقصيا، بمعنى من الأكبر للأصغر. أول حاجة كنديرو هنايا مثلا سؤال واحد، كنقسمو الأعداد إلى مجموعتين، كناخدو الأعداد السالبة والأعداد الموجبة، إذن وكنقارن كل الأعداد الموجبة، عندي 19 عندي 11.3، الصفر ليس موجب ليس سالب نخليه، عندي 21، وناخد الأعداد السالبة، عندي ناقص 3، عندي 7.5، وعندي 7.5، عندي ناقص 2.7، وعندي ناقص 6.3، هادو ما قسمتهم وكيبقى بقى لي العدد الزيرو. اذا اش كندير، اول حاجة كنقارن الاعداد الموجبة، كنحط الزيرو ناخد الاعداد الموجبة، اذا عندي شكون اللي كبير، عندي 21، اذا نبدا نكتب الكبير، عندي 21، 21 كبر من ياش، شكون اللي كبير هو 19، شكون اللي صغير هو 11.3، وهاد الأعداد مقارنة مع الصفر، هاد الأعداد كاملة أكبر من الصفر، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الأعداد السالبة، هنا واحد ناقص، بالنسبة للأعداد السالبة شنو قلنا؟ العدد الكبير هو اللي عنده القيمة ديالو صغيرة، شكون اللي عنده قيمة صغيرة هنايا هي 2.7، إذا 2.7 كبر اللي عنده قيمة صغيرة ناقص 3، كبر من ناقص 6.3، كبر من ناقص 7.5، هذه الثانية. بطبيعة الحال هاد الأعداد كاملة الصفر أكبر من الأعداد السالبة، إذا لخدينا النقطة الأولى وجمعناها مع النقطة الثانية، إذا نكتبو
ناخد صفر، نكتب دونك 21 كبر من 19 كبر من 13، حيت 11.3 حيت السؤال ترتيب تناقصي، يعني من الكبير للصغير. كبر من 11.3 وهذا الشيء كبر من الصفر، وعندنا الصفر كبر من هذا الشيء، هنعوضه ناقص 2.37 أكبر من ناقص 3 أكبر من ناقص 6 3 أكبر من ناقص 7 سنة 5. هذه هي النتيجة النهائية. إذا الترتيب ديالهم هي 21 19 11.3 صفر، يعني وعدنا ناقص 2.7 ناقص 3 ناقص 6.3 وفي الأخير ناقص 7.5، يعني رتبناهم ترتيب تناقصي من الكبير للصغير. يمكن لكم تقوموا بهذه العملية بالنسبة للسؤال الثاني، مي هنا ملاحظة أن ترتيب تزايدي، يعني تأخذ أصغر عدد إلى أكبر عدد والعكس ديال هذه الطريقة. أتمنى تكون هذه التمارين فاتكم ونتلاقاوكم في... أتمنى تكون هذه التمارين فاتكم ونتلاقاو في تمارين أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.